مدرسة مزيانة، بغينا التلاميذ اللي يقراو في واحد المستوى واحد الجودة، وبغينا الأساتذة يكونوا بخاطرهم ونواكبهم في التكوين ونواكبهم في الإمكانيات ديالهم. هذا هو الهدف ديالنا، ما عندناش شي هدف آخر. حنا إذا سمحتوا غناخذ واحد 5 دقائق في هاد النقطة. حنا ضمن البرنامج ديالنا في باب النهوض بالمنظومة ديال التربوية وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، إجراء كيقول بأنه الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية لتصل إلى 7500 ديال الدرهم. هادشي كاين في البرنامج. وبالنسبة لحملتي شهادة التأهيل التربوي، أنا غنعاود نرجع لكم لو تيكست، لأن هادشي كيرجع بزاف وكيغلط المواطنين وكيغلط مع الخطأ حتى الأساتذة. أولا غنتكلم أش جبنا في البرنامج باش كنا طونكيل، لأنه سميتو. وغادي نقرا لكم الفقرة اللي كاينة على هادشي، لأن هادي خديتها من البرنامج ديال الحكومة. إذا سمحتوا، إن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ عند بداية المسار ومواكبته طيلة هذه الأخير، وتقييم منتظم لكفاءته في إطار الحوار الاجتماعي، لأنه هاش بغينا ولكن راه كاين الحوار الاجتماعي. تفتح الحكومة خلال السنوات الأولى من ولايتها حوارا اجتماعيا خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية، من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية لتصل على 7500 درهم بالنسبة لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهني التربية والتكوين. وإن هذه الزيادة البالغة، لأن الزيادة هي 2500 درهم، أجرة ديال بداية المسار ديال الأستاذ، ستتيح رفع من جاذبية مهنة التدريس. وبالنسبة للأداء الأساتذة الممارسين اللي عندهم أقل من 7500 درهم، سيكون بإمكانه الاستفادة من التعويضات الجديدة شريطة الحصول على شهادة تأهيل تربوي بعد اجتياز مهني تضعه كلية التربية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتدعمها المؤسسات الأساتذة المعنيين الراغبين في الإعداد لهذا الاختيار. هذا هو البروغرام. البروغرام اش كيقول لك؟ الناس اللي عاد تخرجوا الشباب باش نجيبوا لي ميور باش يجوا المخيرين، بلي غادي يبداو في المسار ديالهم، غادي نزيدوا لهم 2500 ديال الدرهم مينيموم باش يبداو يجيو ليه الناس اللي هما صحاح واللي باغين. وغادي نكملوا، غادي نكملوا معاهم. ما عمرنا قلنا هنا، دابا الاخوان اللي يمكن يشوفوني في اللايف دابا كنطرقوا للمشاكل باش نفهموا، ولكن المستقبل كلام اخر غادي نهضر عليه. بلي حطينا هاد الاشكال، بلي حطينا هاد الاشكاليه، حنا الهدف ديالنا هو نطلعوا من المستوى ديال التعليم. هذا مشينا 30 عام الشباب، يعني تعطات لي مويان باش نجيبو باش لاتراكتيفيتي، ولكن ربطناه بواحد القضيه هنا مهمه، هي على حسب الحوار الاجتماعي، لان حنا ماشي بوحدنا، حنا عندنا نقابات انفاس، عندنا الناس ديال المهنه، ما يمكنش نجيو اون فامبوزي ها سميتو. اولا كنقولوا بانه يعني الحوار الاجتماعي غادي تفتح في السنه الاولى، كي نقول لكم بانه تفتح في الاسبوع الاول،
من الاسبوع الاول فاش جات الحكومه بدا الحوار ديال الاجتماعي، وتعملت اكثر من 50 اجتماع يعني مع النقابات. ثانيا هاد 7500 درهم، هاد 2500 ديال الدرهم اللي قلنا خصنا نعطيوها، شحال واحد كيدخل في العام في الاول؟ كانوا كيدخلوا 15 18000، دابا يمكن 20000 هما اللي عندهم الحق فيها اللي كيدخلوا باش كيتكونوا. جاو الاخوان في اطار الحوار الاجتماعي كيقول لك اودي غادي تعطيو اللي عاد بدا جديد، والناس اللي خدامين هذه سنوات ما غادي يوصلهم حتى شي حاجه. فهمنا بانه ما بغاوهاش في الدخله، بغاوها في الخرجه. يعني كيقول لك اودي انا بلي كنوصل لواحد المستوى ديال ليشيل 11 كنوقف وكنبقى سنين وانا خدام ما عنديش لو روندمون، ما عنديش عيالة. لانه ما يمكنش هكا ولا هكذا. جا عندي سي بن موسى طرح لي الاشكاليه، قلت لهم لهم الاسبقيه اللي بغاو. حنا 2500 ديال الدرهم عطيناها، ولكن بلاص ما نعطيوها في الاول، الناس اللي كانوا كيتحاورونا مع تحاوروا معنا بغاوها في الاخر. وكاينه اليوم في يعني في النظام الاساسي.